حبيبي سوسن. الأكل جاهز، جوعتي؟ لا مش جعانة دلوقتي. طب بقولك انت جعان؟ لا مش جعان، بس لو عايزة تاكلي كلي وبعدين نكمل. لا خلاص نخلص وبعدين نبقى ناكل. انا لسه مش فاهمة. طيب استنى، طيب ماشي ثانية ارد على باسم. اوكي انت فين؟ في ايه؟ تعالى ضروري. ليه؟ انجز مش هينفع في التليفون، تعالى. طيب ماشي ماشي. في حاجة؟ ده باسم عايزني ضروري لازم اروح له. طب ما نخلص وتروح له. معلش مش هينفع. لازم اروح له. هو انت يا ابني تابع ليه كده على طول؟ ما عندكش شخصية؟ تابع؟ اه. ده صاحبي. انت شايف كده؟ اكيد يعني. لا انت فاهم غلط خالص، هو اللي معاه ريموت كنترول وبيحركك وقت ما هو عايز، دي مش علاقة اتنين صحاب ابدا. انت قللت الذوق ولا غلطان اصلا اني جيت ساعدتك. كان في حد هنا معايا امبارح وكنت سايب 10,000 جنيه في دور الكوماد، دخلت اخد شاور خرجت لقيتها خدته. كلمها. كلمتها قالت لي ما اعرفش عنهم حاجة. بتحور. انا عارف طبعا انها بتحور، بس مش دي المشكلة. امال ايه؟ المشكلة انا لسه واخدهم من ابويا امبارح. مش عارف اقول له ايه. عادي يا معلم، ابوك عارف كل بلاويك. ما اللي خدته ابويا يعرفها. انا قلت له ان انت اللي خدته. نعم زي ما بقول لك كده، مامتك اتزنقت وانت حكيت لي فادتهم لك. ايه الهبل ده؟ ازاي تقول كده يا باسم؟ ما كانش قدامي حل تاني، بس ابويا ما صدقنيش. قلت له هجيب لك ياسر بنفسه عشان يحكي لك. معلش اعمل كده. انا مش هعمل كده يا باسم. انت هتعمل كده عشان خاطر صاحبك. بعدين من ايام ما عملت لك. انت بتعايرني؟ لا طبعا، انا بس بقول انه عادي بتحصل يا مان. لا مش عادي، مش عادي انك تدخل امي في الموضوع. يعني هي عمرها ما اتزنقت قبل كده؟ انت مالك؟ ما جيتش قلت لك سلفها. بس جيت قلت لي سلفني. انت مكبر موضوعك يا ليه؟ حوار وهتحور على ابويا. انا حورت على امك كتير، بس مش في فلوس. معلش اعمل كده عشان خاطري. بس انا مش عايز اعمل كده. بس هتعمل كده لاني قلت خلاص. انت بتديني اوردر يعني؟ يس يا بابي. ايوه يا انكل. باسم اول ما عرف بالظروف اللي احنا بنمر بيها ما ترددش اللحظة وصمم ان هو يدينا الفلوس. معلش حضرتك، عارف الظروف اللي احنا بنمر بيها وإن بابا متوفي. ربنا معاكم يا حبيبي، أنا تحت أمركم في أي حاجة. علي النعم محمد رمضان نفسه ما يعرف يعمل اللي أنت عملته. إيه يا ابني ده؟ أنا النهاردة وقعت على كنز حنفيه ناخد منها زي ما احنا عايزين. كل ما نزق نعمل الفيلم ده. على فكره ما كنتش بمثل، مش هعمل كده تاني يا باسم. فيها يا اسو مالك يا حبيبي؟ انا هاخد منه فلوس واديك 2000 جنيه، ده اللي طالع من نيتي على فكره. مش عايز زفت، ما تتكلمش معايا كده تاني. ايه يا بابا في ايه؟ بقول لك ايه، فاكس اللي انت بتقوله ده فكك مني بقى. ايه الاوفر ده؟ ده قاعده غريبه قوي، قلبت دراما كده فعلا، هي قلبت نكت على الاخر. بس اللي اسمه عيسى ده غريب جدا، عمري ما تخيلته كده.
يا ريت بقى ما تجمعش التجمعه دي تاني. يا سلام. ليه يعني؟ عشان الناس دي مش شبه بعض بصراحه كده، ولا من سني ولا شبهي، مفيش حاجه بتجمعني بيهم غير القضيه. بس انا شايف حاجه غيرك خالص. طيب طالما انت شايف حاجه غيري يبقى قابلهم انت بقى بعيد عني. بقول لك ايه، ما تقوم تقعد مع ابنك شويه، العب معاه يعني. طب ما يوسف قاعد بيلعب مع امه اهو، وانت عايز تقومني وخلاص. شفت، انا رجعت ريما لعادتها القديمه. مش هو ده يوسف اللي كنت هاري نفسك عياط عليه ساعه الحادثه؟ اهو قدامك اهو، وانت رجعت تاني زي ما انت. انا كنت متخيل انك انت مش قادر تتغير، اتضح انك مش عايز. فرق كبير قوي بين الحاجتين. بابا وايه تاني كمل؟ لا تاني ولا تالت. وانت سمعت يحيى وهو بيتكلم بيقول انه كان بيعمل ايه مع ابنه عشان الواد يبقى مصدقه؟ انت عمرك عملت معايا كده؟ قلت لي في يوم بحبك؟ طب خدتني في حضنك؟ صبرتني على اي حاجه حصلت لي؟ كنت في يوم ضهري بجد؟ طبطبت عليا قبل كده؟ انت عمرك ما عملت اي حاجه من الحاجات دي؟ انا كنت بخاف وبترعب منك وبس. عندك حق، عندك حق في كل كلمه قلتها. مش هتصدقني لو قلت لك مش عارف ان المفروض اعمل كده غصب عني، مش قصدي. فاكر ان انا اللي بعمله ده هو الصح. ديني شفت نتيجته قدام عيني. كنت هعمل احسن من كده لو رجع بيا الزمن. بس انت وقت تقول الكلمة دي، كلمة كلها مرارة وحسرة. محبش ابني يدوقها. بعدين انت غير الشريف، زمنك لسه قدامك وفي ايدك تصلح. بس عشان خاطري اديني فرصة اساعدك قبل ما امشي. أنا ومريم هنتطلق. بس مستنيين يوسف يشد حيله شوية. إيه اللي حصل؟ مع فيديو ليا وأنا بغلط. أنا خلاص فاهم وعارف كويس إن أنا حلم يوسف منها. راضي. أنا راضي. لا لا، تقول كده. أنت لسه قدامك الأمر كله. أوعى تقول ما يوش منك دي. خلي أملك في ربنا. ماليش عين. انت اللي خدت الفلوس طلعها. فلوس ايه يا ام فلوس؟ مش كفايه مستحمل قرفك انت وابنك؟ نزل ايدك بقول لك. طب مش هنزلها بقى، مش هنزلها. نزل من ايدك كامل عليها. مالكش دعوه بيها. ياسر مالكش دعوه، خش اوضه. ياسر مالكش دعوه، امشي يا مهاب، امشي. دعوه فيك ايه؟ انت مالكش دعوه بيها. يا اخو من هنا انت ما كانت فلوس. ايه انت ضايع؟ I'm
انتي بتعملي فينا كده ليه؟ سامحني معلش ليه اسم انا اسف فين؟ انت صح، انا فعلا تابع بريموت كنترول. انا بتصل عشان اعتذر لك. وانت مالك؟ مفيش، خنوق بس شويه. انا تاسفت لك، وبعدين انا كنت مستفزه جدا من اللي بيحصل لك، فقلت لازم اقول لك. هو انت اتصاحبتي انت وباسم؟ مين قال لك كده؟ هو؟ لما سألته حور عليا، بس قلت اكيد قال لك يوم ما وصلك. يوم عيد ميلادك الفيك ده؟ قلت فاكرني هبله مثلا؟ عملت الحوار ده كله ويلا نخرج عشان في اخر الخروج يجي يسألني ممكن نتصاحب؟ انا قلت له احنا اصحابه بس. حطيت شويه باوندريز، انا مش عايزه حوارات. طب هو عمل ايه بقى لما سمع الكلام ده؟ مفيش، تخيل من كتر ما هو واخد قلم في نفسه افتكرني بهزر. فقلت له يعني ان انا في حد تاني في حياتي. هو انت في حياتك حد تاني فعلا؟ انت من اول يوم شفتك دايما اي حد كان بيجي جديد بيتشد الباسم، ده الديفولت. عمري ما كنت اتخيل ان يكون في حد عايز يعرفني عشان انا. بس السؤال بقى ليه؟ ده سؤال ما يتسألش على فكره، بس انا عندي اجابه. قوليها. لا بعدين بقى عشان لازم ننام. اقابلك في الباص بكره ان شاء الله. جود نايت. جود نايت. بصي يا ياسر، أنا أي حاجة بتحصل ومش عاجباك أنا بعملها علشانك، علشان أقدر أحافظ على المستوى اللي أنت عايش فيه ده. بعدين حبيبي أنا ما بعملش حاجة غلط، أنا بتجوز. أنا كل همي في الدنيا هو أنت حبيبي، أنت فاهم؟ ما هو انتي لسه بتحبي بابا وما حبيتش حد غيره، الله يرحمه. طيبة يا كويسة؟ الحمد لله يا فندم أحسن. طيب الحمد لله. هي طلبت إنها تشوفك. أهي. أنا مالك حبيبتي؟ الحمد لله على السلامة يا زهر. الله يسلمك. بابا بيقول إنك عايزاني. أنا عارفة مين صاحب الشنطة. مين؟ باسم. تمام.